يعتبر العالم مكانا مليئا بالغموض والأسرار، فبين الحين والآخر تظهر بعض الظواهر أو العلامات التي قد تنذر بأمور قادمة ويحير بعضها العلماء، بل وتجعلهم عاجزين عن تفسير أغلبها، فتكشف أمورا وتخفى أمورا عن المعرفة والحقيقة الكاملة. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على أمور غريبة تحدث في الأرض بدون أن يتم الإشارة إليها بالكامل، والتي قد تدل على علامات أو نذر. ابقوا معنا. سحب الماماتوس. تعتبر سحب الماماتوس واحدة من الظواهر الطبيعية النادرة التي تحمل بداخلها الكثير من الغضب والغموض، فهي عبارة عن مجموعة من السحب العنقودية المتصلة ببعضها، أشبه ما يكون بحبات القطن المتجعدة، ويتكون هذا العنقود من فصوص من الجليد والماء، ولكن بصور مختلفة، ويمتد طولها لمئات من الكيلومترات، وتظهر بعرض السماء. ويعتقد العلماء أن هذه السحب تتكون بوجود سحب الركام المزني، بحيث تكون طبقات الجو العليا والمتوسطة رطبة، وأسفل هذه الطبقات طبقة جافة، فينتج عن ذلك تصاعد وهبوط سريع لتيارات الهواء التي تمتزج بقطرات المياه، فتكون سحب الماماتوس وتظهر بهذا الشكل المميز. ولكن الأمر الذي لا تفسير له أن بعد ظهور هذه السحب تضرب الأرض عواصف شديدة، وكأنها إنذار الله قبل وقوع الأمر. انعكاس الشمس والقمر، ظاهرة الأقمار والشموس المتوازية. في ألاسكا الولايات المتحدة الأمريكية يظهر القمر عندما يكون بدرا محاطا على يمينه وشماله بانعكاس ضوئي، وكأنه مسلط على قبة زجاجية. يقول العلماء بأنها ظاهرة فلكية تعرف باسم باراسيليني أو القمر الكاذب، نتيجة انكسار ضوء القمر عبر بلورات جليدية رقيقة وسداسية مسطحة الشكل، وذلك في سحب من نوع سيروس، حيث يظهر انعكاس القمر في زاوية قدرها 22 درجة. ولكن إذا قارنا لمعان القمر الكاذب مع لمعان قرص القمر، نجد أن ضوء القمر الكاذب باهت قليلا، وذلك عندما يكون القمر منخفضا، مما يعني أن هذا التفسير غير منطقي. وأيضا إن هذه الظاهرة مماثلة للشمس تماما، فعندما تشرق ينعكس ضوءها على الأرض وكأنها تشرق خلف الزجاج. الدوامة الحلقية النرويجية. حدثت هذه الظاهرة النادرة في شتاء عام 2009، وبالرغم من أنها تعتبر من الظواهر النادرة، إلا أن الآلاف من الأشخاص قد حالفهم الحظ ورأوا تلك الظاهرة العجيبة، بل وتم التقاط الكثير من الصور لها، فنتج عن هذا العديد من الاعتقادات. فمنهم من اعتقد أنها مجرد ثقوب سوداء ناجمة عن المسرع النووي الكبير الذي يتم بناؤه لأغراض سرية، ومنهم من قال أن هذه الدوامة كانت نتيجة انفجار الصواريخ البالستية الفاشلة. وبالنسبة للعلم فقد عجز عن إيجاد تفسير منطقي لها، وخصوصا أنها لم تشاهد بعد ذلك العام. الثقوب السحابية. هذا مثال آخر لظاهرة لا زالت محيرة للعلماء، وهي ظاهرة جوية مائية نادرة. يعتقد العلماء أنها تتشكل عندما تكون درجة حرارة الماء في السحب أقل من درجة التجمد، ولكن الأمر المحير أن تشكل هذه الثقوب قد يسبق أحيانا وقوع العواصف الشديدة. قوس القمر. جميعنا يعلم قوس المطر الذي يتشكل بعد نزول الأمطار أو تبخر المياه، ولكن الكثير منا لم يسمع بقوس القمر لأنه لا يمكن رؤيته في الظلام. ولكن باستخدام تقنية التعريض المطول أو الطويل، وهي تقنية تستخدم أثناء التصوير، وهو أنها تستخدم سرعة غالق أطول، إذ يمكننا رؤية عن طريق الصور الملتقطة قوس القمر الذي يشبه كثيرا قوس المطر، مما يعني أن القمر يضيء من تلقاء نفسه وليس عاكسا لأشعة الشمس كما يروج له.
بوابة سيبيريا. هذه الفوهة العملاقة التي يطلق عليها باتوم عبارة عن ركام من الحجر الجيري المكسور، يبلغ عرضها 520 قدما بطول 139 قدما. يعتقد الأهالي وفقا للأسطورة القديمة أن لهذه المنطقة صلة بالموت، لأن النباتات لا تنمو فيها وتأبى الحيوانات الاقتراب منها، فهي بوابة من بوابات العالم القديم. وأول من أبلغ عن وجود الفوهة رسميا هو العالم الجيولوجي الروسي فادم كولباكوف، وذلك عام 1949، رغم أنها تشكلت قبل نحو 500 عام تقريبا. يعتقد أن هذه البوابة تشكلت من انفجار بخاري حدث إما بسبب تراكم الحمم البركانية الذائبة أو نتيجة تصدع الصخور بضغط المياه الساخنة المرتفع. ولكن الأمر الذي لم يفصح عنه الإعلام أنها بوابة تمتد إلى أعماق الأرض المجهولة، المدينة العائمة في المحيط الهادئ. اكتشف العلماء مدينة قديمة في وسط المحيط الهادئ، تقع في مكان غير عادي وغامض على ساحل مايكرونيزيا، وذلك في جزيرة بوهينبي، وتسمى نان مادول. تتكون من مربعات منتظمة هندسية تفصلها قنوات مائية، ووفقا للخبراء فقد بنيت في القرن الأول أو الثاني الميلادي، وصنعت من أحجار البازلت وكتل المرجان، بما فيها أنقاض المعابد والمنازل والقصور والمقابر. ولكن الأمر الغريب أن هذه المدينة نشأت بعيدة عن الحضارات القديمة المعروفة وفي وسط المحيط، وهذا سبب تسميتها بالمدينة الغامضة. يعتقد العلماء أن نان مادول هي أول مدينة على جزر المحيط الهادئ، فقد كانت العاصمة ومركزا للطقوس الدينية ومكانا لاستراحة القادة العسكريين السابقين، وهي محمية من المحيط من خلال 12 جدارا بحريا، إذ كانت منزلا لشعوب سوتيولور حتى عام 1628، والتي ما تزال تعتبر أعجوبة هندسية. ويبقى السؤال المحير، إلى من ترجع هذه الحضارة؟ الأصوات الغريبة مجهولة المصدر. هذه الظاهرة سجلت في أكثر من مكان في العالم، ففي شمال شرق إنجلترا وفي السبعينيات أبلغ السكان عن أصوات غريبة مجهولة المصدر لم يعرف سببها، واستمرت لمدة عامين بشكل متفاوت في كل شهر. كما ظهرت الأصوات الغريبة مرة أخرى في إحدى مدن مقاطعة تاوس بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، وتكررت في غرب ألمانيا. الشيء المحير أن الصوت الذي ظهر في كل مكان هو نفسه، وهو ترددات منخفضة كالهمهمة أو الطنين أو الأزيز، ويفسر العلماء حدوثها لأسباب طبيعية غامضة، فهي شبيهة بالترددات المنخفضة التي تطلقها بعض مخلوقات البحر. فبدون اكتشاف السبب الحقيقي تظل هذه الظاهرة إحدى الظواهر المحيرة للعالم. أصوات غامضة تنبعث من الأرض. رصد العلماء أصوات غامضة آتية من أعماق الأرض، إلا أنهم ما يزالون بعيدين عن إمكانية تحديد ماهيتها أو شرح وتفسير ظهورها. ولكنهم تمكنوا في عام 2017 من تسجيل هذه الإشارات باستخدام أدوات قياس الزلازل، وذلك في قاع المحيط، آملين من أن هذا التسجيل قد يمكنهم من تحديد مصدر هذه الاهتزازات والأصوات الغريبة التي تصدرها الأرض من حين لآخر، إلا أنها ما تزال غامضة حتى الآن. جبال أنتاركتيكا الممتدة. الجبال العابرة أو الممتدة هي واحدة من أطول سلاسل الجبال في العالم، حيث تشكل فاصلاً بين شرق وغرب الأرض الجنوبية بطول يزيد عن 3500 كيلومتر، وعرض يمتد من 100 إلى 300 كيلومتر، بينما يصل أعلى ارتفاع لها 4500 متر فوق سطح البحر. ولكن معظم هذه الجبال مدفونة تحت أكوام الثلوج، وكأنها جدار عظيم يحيط بأطراف الأرض.